السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي جريدة الحدث 24. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. نهاركم مبروك. بالضبط كنتواجدوا في هذه اللحظات كما كتشوفوا معنا الجرافات جايين داخلين الأشهر مقهى على مستوى ساحة ركس أو ساحة لالا أمينة. متابعينا، في هذه اللحظات هذه كيتم الهدم ديال واحد القهوه اللي كتعتبر اكبر قهوه على مستوى ساحه الريكس، واللي دارت واحد الضجه كبيره مؤخرا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او على مستوى الفضاءات الاجتماعيه الاخرى. ففي هذه اللحظات كيتم الهدم ديال هذا المقهى، وهذا اللي كيأكد ان مهما السلطات المحليه والسلطات الامنيه جاوا باش يديروا الخدمه ديالهم وينفذوا العمليه ديال الهدم، فاكيد ان كاين خروقات كبيره وكبيره جدا. بعد قليل غادي نوافيكم مجموعه من المعلومات، لان توصلنا ببعض الوثائق اللي تاكد ان العمليه ديال التفويت ديال هذا المقهى في واحد العهد في 2004 شابتها مجموعه من الخروقات. عندنا هذا الشيء بالوثائق، توصلنا من عند مصادر ديالنا من باب وثائق اللي كتاكد هذا الشيء. فصاحب المقهى كنا جينا لعنده، خرج بتصريحات كيستنجد كيستلطف وكيستعطف السلطات المحليه فيما يخص العمليه ديال الهدم اللي غتكون، ولا العمليه ديال الافراغ اللي غتكون بالنسبه ليه. فمن بعد تواصل مع الناس اللي عندهم علاقه بالموضوع، واعطونا مجموعه من المعطيات. يعني خاصة أن هذا الموضوع اللي كان فجروا واحد العضو بمجلس مقاطعة أكدال، عضو اللي هو نائب ديال رئيس المقاطعة، فجر هذا الموضوع بعد ما كانت تارت مجموعة من يعني من الشبهات حول هذا الموضوع، وكانت خرجت بعض الأخبار كتقول أنه غيتم التفويت ديالو لواحد المشوات ديال الدجاج. فالطريقه باش غتفوت لهذا المشوات ديال الدجاج او غير ذلك، فصاحب المقهى خرج بتصريح كيقول ان هذا الشيء ما كاينش منه، كيقول ما كاينش منه، هو مظلوم وعنده وثائق ديالو وعنده. فسمعنا له، شفنا الوثائق ديالو، شفنا مجموعه ديال الحوايج، لكن من بعد ما توصلنا من عند مصادر خاصه ديالنا مجموعه من الوثائق اللي كتاكد ان هذا المكان هذا شابته خروقات في الفتره ديال، يعني احنا ما غاديش نقولوا وثائق مزوره، ولكن وثائق عليها مجموعه من العلامات الاستفهام، كاين خروقات. فالمصالح الامنيه ولا السلطات العموميه ولا المصالح المختصه فاكيد انها ما قبطاتش وجات وبدات عمليه الهدم. فاكيد ان كاين ابحاث، كاين مجموعه ديال الحوايج اللي كتاكد كاين شي حاجه ماشي هي هذيك في عمليه التفويت. فهاد الشيء، العمليه هذه كانت في العصر ديال عهد المجلس اللي كان في 2004. عمليه التفويت كانت في شهر 8 غش، يعني في شهر غش 2004. كاينه وثائق اخرى اللي غنتحدثوا عليها، اللي تم الالتزام ديال صاحب هذا المقهى باش ما يخليش باش ما يتدخلش في شي حوايج اللي ما كتعنيهش. في الوقت اللي كنا كنشوفوا مجموعه ديال الناس كيتشكاو، انا شخصيا صورت مع مجموعه ديال الناس في هذا المكان انه كيمنعهم ما يدخلوش، ما يدخلوش كاع حتى لهذا المكان، علما ان هذه الحديقه فهي حديقه عموميه. فكيفاش كيتم التفويت ديال واحد الفضاء عمومي لواحد الشخص بواحد المبلغ اللي هو باهظ، يعني عشرات الملايين الاستغلال ديالو في مقهى، ويمنع عموم الناس ما يدخلوش لهذا المكان؟ فكنا كنطرحوا مجموعه من علامات الاستفهام حتى جاء الخبر اليقين. يعني فاش كنقولوا الشك، والشك يؤدي الى اليقين، حتى جاء الخبر اليقين اللي كيقول ان كاين خروقات. فحاليا المصالح كتعتكف على البحث كيفاش هذه الجمعيه الاعمال الاجتماعيه كتفوت هذا الفضاء لواحد المقهى، وهذا المقهى غتولي كتشاغل ومولاها كيخلص 5000 درهم، يعني وكيقول انه حط واحد الشيك ضمانه ب 40 مليون وزيد على ذلك، يعني مجموعه من الحاجات اللي حاليا كيتم التحقيق فيها. فحاليا كاين واحد الاستنفار كبير ديال القوات العموميه،
الوقايه المدنيه، السلطات المحليه هنا على مستوى الحديقه ديال لاله امينه. وان شاء الله بحول الله غادي نمشيو من بعد، غادي نمشيو حتى لعند رئيس مقاطعه اكدال، اللي غادي نحاولوا ما امكن ناخذوا من عنده تصريحات بخصوص هذا الملف هذا، وكيفاش دار تتفجر هذا الملف اللي صراحه مدينه فاس في حاجه للفضاءات ديالها، الفضاءات سواء الفضاءات الخضراء او جميع الفضاءات. فسمعنا ان هذا المكان هذا كان واحد الملتمس باش غيكون هنا واحد الباركينغ، يعني غيكون باركينغ وايضا باركينغ ويكون في حديقه من الفوق ديال الباركينغ. فحنا استحسنا هذه القضيه كنقولوها وكنعاودوها، بدل انها ما تكون مستغله من طرف واحد الشخص مقهى او اكس، حنا ماشي ضد هذا الشخص هذا، هذا الشخص هذا الا كان عنده شي حق فاكيد خاصو ياخذ الحق ديالو، اكيد خاصو ياخذ الحق ديالو الا كان عنده شي حق، الا كان كما قال هو مظلوم خاصو يتم تسويه ديال الوضع ديالو الا كان مظلوم، الا كان ما عندوش حق وكانت العمليه اللي حتى هو مشارك في هذه العمليه ديال الخروقات والخرق ديال القانون ولا هذه، فالقانون فوق الجميع، القانون يعلى ولا يعلى عليه. هذه هي اللي نقدروا نقولوا متابعينا. فان شاء الله بحول الله فاش غنمشيو عند رئيس مقاطعه اكدال غادي نسولوه على كل هذه الاسئله، علما ان كما قلنا فبالنسبه للعمليه اللي وقعت فما وقعتش في العهد ديال هذا المجلس، هذا المجلس الحالي جاء في 2021، يعني ما عندوش علاقه بالموضوع، الموضوع عنده علاقه بالمجالس المنتخبه السابقه، المجلس ديال 2004 اللي كان الرئيس ديال المجلس انذاك هو حميد شباط، اضافه الى عندنا وثيقه اللي كتاكد، عندنا وثيقه كما قلت كتاكد ان صاحب هذا المقهى كيسني على واحد الالتزام في العهد ديال المجلس ديال 2018 اللي كان العداله والتنميه، المجلس ديال العداله والتنميه. يعني هنا مجموعه من 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 من, من الحاجات اللي عليها علامات استفهام واللي غنحاولوا حتى حنايا نسمعوها ونحاولوا مع رئيس مقاطعه اكدال كما قلنا يعطينا تفسيرات وتوضيحات حول هذا الموضوع ان شاء الله بحول الله فاش غادي نجيو لعنده. فهاد الصبيحه هذه صباحات عمليه الهدم ديال هذا المقهى اللي الساكنه ديال مدينه فاس كتعرفها وكتعرفها مزيان، الساكنه ديال مدينه فاس ما كاينش شي واحد اللي ربما جا لهذا الفضاء وما تمش المنع ديالو، بذريعه ان صاحب المقهى كيقول انه عنده ترخيص ديال الاستغلال، وعنده ترخيص ديال الاستغلال من داخل هذا السياج، من داخل هذا السياج، في حين ان وثائق كتقول انه عنده الحق ديال استغلال المقهى فقط، هذا حسب العقد اللي دايرين معاه. ولكن هذاك العقد اللي دايرين معاه واش من حق الجمعيه انها تفوت، لان هذا كيبقى ملك ديال الجماعه، واش من حق الجمعيه انها تفوت هذا الفضاء لشي شخص اخر او لا؟ فهنا كتبقى علامه استفهام، وهذا هو اللي تم على اثره فتح تحقيق في الموضوع بعد ما تار واحد العضو كما قلنا في مجلس مقاطعه اكدال واللي هو نائب ديال رئيس المقاطعه، هو اللي فجر هذا الموضوع، ومن بعد صدر واحد القرار من مجلس مقاطعة أكدال وجات لجنة مشتركة إلى هذا المكان هذا، جات لجنة مشتركة جاء رئيس مقاطعة أكدال النواب ديالو جاوا لهاد الحديقة رفقة السلطات الأمنية وأيضا السلطات المحلية، ومن بعد تمت دراسة شنو اللي خاصو يدار بالوثائق بمجموعة من الحاجات، وجات أوامر باش يتم الهدم ديال هذا المقهى بشكل نهائي، لانها كاين خرق للقانون اللي نتمناو من الله سبحانه وتعالى بحال هذه المبادرات وبحال هذه الحملات تكون في جميع المرافق العموميه، جميع المرافق العموميه اللي فيها خرق للقانون يكون فيها بحال هذه التدخلات هذه، لان الساكنه ديال فاس محتاجين
الساكنة فاس محتاجين للفضاءات ديالهم. فإلا كان هذا السيد كما قلت حنا ما معاه ما ضده، إلا كان هذا السيد بشكل أو بآخر تم كما كيقول هو أنه تم الاعتداء عليه وباغين يديو له رزقه وباغين يشردوه، فالقانون يعلى ولا يعلى عليه. كان هذا السيد هذا أيضا توا مشارك ديك العملية ديال الخرق، وبعلم منه أنه كاين خروقات هو مشارك في العملية، فالقانون كما قلنا يعلى ولا يعلى عليه، فما كايناش شي حاجة اللي فوق القانون. فهذا كيبقى ملك عمومي ومن حق الساكنة ديال فاس تستافد منه، ومن حق أيضا مقاطعة أكدال تستافد منه. بالنسبة لهاد المساحة هذه حسب المعلومات اللي وصلتنا اللي خديناها من عند مصادرنا كما قلنا وهي مصادر موثوقة، فهاد المكان هذا كيفوق هكتار و 1000 متر، هكتار يعني 11000 متر كاين في القطعة، جزء من القطعة اللي كيستغلها اللي كان كيستغلها صاحب المقهى فيها السلف ما هي في السلف متر وشي 300، السلف متر وشي 300، في حين كيبقى واحد المكان جزء اخر كتبقى فيه تقريبا شي 500 متر ما بين جوج الاجزاء، علما ان المساحة اللي خارجة منها المجلس الجهوي للسياحة او المجلس الاقليمي للسياحة فكتبقى خارجة من هذا الحساب. متابعينا كما كتشوفوا معنا استنفار كبير هنا على مستوى حديقة للا أمينة، يعني اللي كاينة في الجردة ديال الريكس. فهاد أثناء السلطات المحلية بمدينة فاس فكتقوم بالهدم ديال واحد المقهى الشهيرة هنا على مستوى الحديقة. فهاد الحديقة اللي كانت عليها واحد العلامات استفهام كبيرة حول التفويت ديالها، حول الطريقة باش كيتم المنع ديال المواطنين من الدخول إلى واحد الفضاء. كان واحد السيد اللي كيستغل هذا المقهى اللي خرجنا معاه واحد التصريح، واللي كان كيستنكر وكيقول أنه كيطالب السلطات المحلية باش يعطيو حقه ومجموعة ديال الحوايج. توصلنا بمجموعة من الوثائق اللي كتقول أن هاد الحديقة تم التفويت ديالها في واحد الوقيته بواحد الطريقه اللي هي مشبوهه. الوثائق عندنا كل الوثائق، ف كاين واحد الالتزام اللي موقع في 2018 اللي موقعه صاحب المقهى اللي كان كيقول انه هو عنده الاستغلال ديال الحديقه كلها في الوقت اللي عندنا التزام بالوثائق، بوثيقه ديال الالتزام ديالو اللي كيقول ان الموقع السيد فلان الحامل البطاقه الوطنيه طاطا ما نذكروش الامور ديالو، اشهد على نفسي ان ولن اتدخل في صلاحيات المصالح الجماعيه فيما يتعلق بالحديقه المتواجده بشارع محمد بن الحسن الوزاني المدينه الجديده، سواء طريقه سقي الحديقه، طريقه صيانه الحديقه، اغلاق ابواب الحديقة أو فتحها داخل أوقات العمل، يعني داخل أوقات العمل ميمكنلوش يدير هادشي، عدم حرمان زوار الحديقة من التجوال أو الجلوس بمقاعدها، هذا هو الموضوع، عدم حرمان زوار الحديقة من التجوال أو الجلوس بمقاعدها في الوقت اللي كان كل الزوار كيتم المنع ديالهم. التقدير بدفتر التحملات المتفق عليه مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة فاس والمقاطعة التابعة لها وبلدية المشوار فاس الجديد، هذا التزام اللي موقع عليه السيد. بالنسبة لعقد الكراء فالعقد الكراء أيضا عندنا نسخة منه واللي كيقول أنه بين رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية وعمال أطر الجماعة الحضرية لفاس وجماعات لمشوار، هذا ما بينهم ما بين كما قلت رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية وعمال وأطر الجماعة الحضرية لفاس وجماعة المشوار فاس الجديد في شخص رئيسها السيد أنذاك ما نذكرش الاسم ديالو، والسيد صاحب هذا المقهى أيضا.
الفصل الأول تعود الجمعيات العمل الاجتماعية للموظفين وعمال وأطر الجماعة الحضارية لفاس وجماعة المشوار فاس الجديد إلى السيد فلان استغلال المقهى الكائن بحديقة لالة أمينة وذلك لمدة 33 سنة. 33 سنة فوتولو هذا الاستغلال 33 سنة كتبدأ من 4 غش 2004 الفصل الثاني حدد ثمن الاستغلال في 5000 درهم يعني 5000 درهم في الشهر هذا في ذاك الوقت 5000 درهم في الشهر ويؤدى خلال الخمسة الأولى من كل شهر. الفصل الثالث يجب على المستغل أن يدفع قبل التوقيع على عقد الشراء ضمانة تساوي على الأقل 3 أشهر من ديال الكراء. يعني هذه مجموعه ديال الحوايج. المشكل اللي كاين هو في بالنسبه لبعض الامضاءات اللي عليها بعض الشبهات. هذه الامضاءات اللي عليها شبهات فالشبهات اللي عليها فكتبقى المصالح الامنيه هي الكفيله فهي الكفيله بانها غادي تتاكد واش كاينه خروقات ولا لا. ومهما جاو السلطات الامنيه والسلطات المحليه هنا بمدينه فاس جاو لهذا الفضاء وكيتم حاليا الهدم كما كتشوفوا الجرافات والسنفار كبير وكبير جدا من طرف السلطات المحليه فاكيد ان كاين خروقات فما يمكنش انهم يجيو ويبداو يهدموا بدون سند قانوني. فمتابعينا السيد اللي هضر معنا وعطانا تصريحات سابقا اللي كان كاري هذه القهوه الله يحسن له العوان هو كيقول انه عنده وثائق وكاري وكذا وزيد على ذلك. فإلى كان هذا السيد هذا مظلوم فكما قلنا الحق يعلى ولا يعلى عليه فالقانون اكيد انه غادي ينصفه. كان هذا السيد حتى هو مشارك في الخروقات اللي وقعات فيما يخص هذا المقهى فالقانون يعلى ولا يعلى عليه فخص محاسبه كل من شارك في هذه الخروقات اللي كانت في هذه الحديقه هذه وفي هذا الفضاء. كل من شارك في هذه الخروقات فيجب المحاسبه ديالو. فقلنا المجلس السابق للعداله والتنميه صنعوا معاه التزام في 2018 عندنا وثيقه تؤكد ذلك التزام كيلتزم باش ما يتدخلش في مجموعه من الامور خاصه ما يحرمش الزوار ديال هذه الحديقه من الولوج ليها. بالنسبه للمجالس المجلس السابق في 2004 فالمجلس في 2004 سناو معاه واش حنا كنطرحوا تساؤل واش من حق جمعيه الاعمال الاجتماعيه انها تفوت هذا الفضاء لشي شخص اخر او تكري الاملاك ديال الجماعه ولا الاملاك الملك العمومي يتكرى. فهنا كتبقى علامه استفهام يعني خاص فتح تحقيق. كاين مجموعه ديال الامضاءات اللي هنا صراحه ما عليها علامه استفهام ايضا واللي راه هذه الوثائق اللي توصلت بها اكيد فكاينه عند كل السلطات المحليه اللي ما قبطاتش وجات لهذا المكان الا وحتى كان دراسه معمقه لهذا الموضوع. فمتابعينا فقط حنا كنوروا الراي العام باللي كاين فالناس تعاطفوا كاين اللي تعاطف مع السيد صاحب هذا المقهى كاين اللي لامو كاين اللي قال ان هذا السيد كان كيدير خروقات وهذا السيد هذا كان حارمنا ومنعنا ما نجيوش ندخلوا لهذا الفضاء بشكل او باخر. يعني واش عنده الحق ولا ما عندوش الحق الناس كانوا كيتسائلوا. انا شخصيا صورت مع مجموعه ديال الناس في هذا المكان اللي كانوا كيتشكاو وكيقولوا انهم محرومين ما يدخلوش الجرده اللي كانوا كيعهدوا عليها انهم كيجيو لها دائما وكيدخلوا لها بشكل عادي واعتيادي فكيتحرموا منها. فاللي واقع دابا حاليا هو انه جاء قرار بالهدم ما بقاش اللعب في هذه الامور هذه. القرارات ديال الهدم كتسري على الجميع. بالامس شفنا واحد المشوات ديال الدجاج اللي جاو نقصوا له من الطراسات اللي عنده جاو نقصوا له
من هذه الامور. واخا خويا ممكن انك تخلي لي ميساج في اللي طلبتي النمره ديالي، وخلي لنا ميساج تسير لهذا الصفحه ديال الجريده، وخلي لي ميساج باش ندخل ونتواصل معك، لان ما كنبغيش نعطي الرقم ديالي هكا على المباشره خويا. مرحبا، ونخلي لك الرقم ديالي ان شاء الله بحول الله. فهذه هي الاجواء متابعينا هنا كما قلت. فكاين استنفار كبير ديال الامن الوطني للقوات المساعده، السادة رجال السلطة، من أجل تأمين هذا المكان وما يوقع حتى شي حاجة لا قدر الله. فنتمنى خير لهذا السيد، هذا اللي تم الهدم ديال المقهى اللي كاريها، نتمنى له خير إن شاء الله بحول الله. فاحنا كما قلنا كننقلوا الواقع كما هو بدون زيادة أو نقصان كما هو. بعد ما جينا لعند السيد وخذينا من عنده صريحات كيقول انه مظلوم وانه انه، فجينا اليوم نشهدوا على العمليه ديال الهدم بعد ما توصلنا كما قلنا بمجموعه من الوثائق اللي كتاكد ان كاين خروقات في عمليه ديال 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 الكراء، ولا العمليه ديال السمسره، ولا العمليه اللي تمت بها هذه القضيه. ونتمنوا للفرقه الوطنيه انها، ولا الفرقه الجهويه، انها تدخل على خط هذه القضيه هذه، ويتم فتح تحقيق حتى مع الناس اللي كانوا من قبل، لان هذا ملك عمومي. فاش كنقولوا ملك عمومي ف ما يمكنش التقادم في هذه الامور هذه، وحنا كنعرفوا بالله في جرائم الاموال ما كيكونش التقادم حتى كدوز واحد المده طويله، عاد كيكون التقادم في بعض الملفات ولا في كثير من الملفات. فالناس ديال القانون ربما نكون غلط في شي حاجه، الناس ديال القانون هما ادرى بهذه المعلومه. فالتقادم ما كيكونش على المستوى القريب فيما يخص بعض الملفات. اذا كان خروقات في هذا الملف فيجب الضرب بيد من حديد كل من ساهم او عمل على تفويت هذا الفضاء لهذا السيد بطريقه او اخرى. كل من ثبت انه ضالع او عنده دخل في عملية السمسرة او عملية الكراء او ما الى ذلك، فيجب الضرب بيد من حديد عليه. فنتمنى خير متابعينا، تحية لكم، نهاركم مبروك ان شاء الله بحول الله. وكما قلت فبالنسبة للوثائق باش نزيد نأكد، فعندنا وثائق اللي عليها مجموعة من علامات الاستفهام صراحة. فباش ما نكونش انا كنجزم او كنقول انها مزوره او الله اعلم، فعليها شبهه، والمصالح الامنيه اكيد انها غادي تدير الخدمه ديالها. فعندنا حتى واحد الاتفاقيه ديال منح مالي للاعمال الاجتماعيه ما بينها وما بين الجماعه وما بين جماعه المشوار. فكل الوثائق عندنا فيما يخص هذا الملف. نتمنى من الله خير، تحية لكم.